اهلا وسهلا بكم. نحن من معرض تكس ميد، المعرض المتوسطي للملابس. البارحه كان هناك حفل تسليم جواز، وكنت من المبتكرين الذين كرموا، فهل لك ان تقدمي نفسك للجمهور ومن ثم تخبرينا عن قصه النجاح؟ شكرا على اللقاء. انا اسمي عيدي مريم من صفاقس، متخرجه من ايكول انستيتي اري ميتيي صفاقس. سنة تخرجت. المعرض هذا، الكونكور هذا، عرفته خدمت معرض الجامعي بصفاقس. جاو جماعة من سيتكس، عطوني لي زافيش بور لي كونكور. وي قدمت الدوموند، والحمد لله كلموني وتقبلت في هذا الكونكور. نحن رأينا من إحدى تصميماتك، كانت تصميمات رائعة. شكرا. كيف جاء هذا التصميم، وهل هذا من صميم الأندلس؟ من صميم الأندلس، عشان لي ريشيرش اللي عملناهم، أول حاجة معناتها ليتاب الأولانية بتاع الريشيرش، اللي إحنا لازمنا نعرفوا الحضارة الأندلسية شنية. مش أنت تجم تخدم الكرياسيون بتاعك باش تعطي، لازمك تفهم شنية هذيك الحضارة، شنية هي، شش عملوا، شنو لي زاغ نتاعهم. أنا من الحضارة الأندلسية خديت كسوق دانسبيراسيون بالي الجعفرية في إسبانيا، خديت لاشتكتور نتاعو، لي ستركتور نتاع لاشتكتور، لي موتيف، وي خدمت بهم الكرياسيون نتاعي. أنا قريت اري ميتيي، لاري ميتيي فيها سبيسياليتي بينتور، دونك أنا نحب البينتور. سي بور سولا اخترت اللي انا نخدم بتيسي ماتيير بروميير اللي هي التوال، ومن بعد عملت لي موتيف نتاعي انا، خاطر نحب نخدم التيسي نتاعي، نحب نعطي، ما نحبش ناخذ قماش حاضر ونخدم بيه، لا نحب انا نعطي الموتيف ونعمل كرياسيون وحدي نتاع التيسي نتاع الموديل نتاع كل شيء. انا وقت خديت لي موتيف من بالي الجعفريه هذايا، اخترت كلكو موتيف اللي انا معناتها جاوني قراب ليلي ونجم نخدمهم، وخدمتهم معناتها بينتور سيغ تيسي، اللي انا خدمت دي ماتيغ اللي هي ما تتنحاش من التيسي، معناتها مش نعمل لافاج ولا حاجه تتنحى، لا تعمل لافاج وتقعد هي نفسها كله. معناتها انا خدمته الكل، خدمت لي بينتور مانيالمون معناتها. طيب بس انا عندي سؤال. نعم. لماذا الطربوش؟ الطربوش تركي ام عربي؟ لا تركي، في تركي. عشان الحضاره الاندلسيه فما ديتوش في الاندلس، في تركيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، قراب برشا معناتها للناس، دونك حبيت نعمل حاجه عربيه اندلسيه تركيه. طيب هل كان لك مشاركات في معارض النسيج والألبسة الأخرى في باريس مثلا؟ لا، هذا أول اكسبيريونس لي، هي دوبا ما تخرجت جيني هذا الكونكور، استفدت منه، سما أول مشاركة بروفيسيونيل لي في الدومين نتاعي. يعني إذا وجدنا مشاركة في معارض أوروبية فرنسية ممكن أن تكوني متواجدة؟ ان شاء الله وبكل سرور. طبعا اتمنى ذلك. نحب معناتها نكون موجوده معناتها. طيب ما هي قيمه الجائزه التي اخذتيها، وكيف ترين التشجيع من المنظمات التونسيه للابتكارات في تونس؟ قيمه القيمه اللي هو 7.5 مليون، وزيد عطاونا كلي دبليو جي سي، وعطاونا فورماسيون ليكترا، عطاتنا فورماسيون في لوجيسيال اون برانسيب. ان شاء الله بعد المعرض مش نمشيو نعملوا الفورماسيون انا وزوز اللي ربحنا مع بعضنا. بالنسبه للتشجيع نشكر هنا سيتكس اللي هي معناتها عملت اول كونكور ناسيونال معناتها في تونس، اللي هي تحب تشجع لي جون كرياتور، معناتها عاونونا برشا لي زانكادرون، مدام مونيا، مدام حليمه، معناتها وقفوا معانا اللي حابين عليه، عطاونا معناتها اخدموا برك واعطيونا معناتها الكرياسيون تاعك، اعطي معناتها واحنا نعاونوكم بني عنا، عطاونا معناتها شجعونا بالكدا بالكدا بالكدا، خاطر احنا كنا متخرجين جدد،
كنا معناتها اول خطوه في الدومين بروفيسيونيل معناتها اللي هي حاجه بيه تشجيع كبير واول مره معناتها نكونوا في تيكس ميد وفي المعرض يبي يتسمى حاجه بيه لينا وتقعد ذكريات حلوه برشا. هناك العديد من المبتكرات التونسيات في تونس اي موجود برشا برشا عبيد عندهم في مخهم عندهم دي كرياسيون مي جوست ممكن ماهمش معروفين وبرا معناتها مثلا في صفاقس فما ما ماكوش التشجيع باش يعطيو معناتها ديما قاعدين ستابل في نفس المكان. طيب هناك تجارب ناجحه بالنسبه لشخصيات عربيه وشفنا مثلا مصممين مثل اللي صعب اللبناني الذي نجح في باريس هل هذا بالنسبة لك يشكل حلم أم طموح لتصل إلى هذا المكان؟ طبعا يعني وماذا تعتقدين تفكرين بالنسبة لهؤلاء المصممين الذين نجحوا على الصعيد العالمي؟ بالنسبة لإلي صعب والمصممين الأزياء معناتها اللي يوليو الذين نجحوا في الصعيد العالمي بالحق معناتها اللي هما روبير قويلين اللي احنا معناتها صحيح ما نوقفوش على اللي احنا كاين في تونس نجمو نخرجوا لباري عندنا نعطيو معناتها كيما نلقاو الكسندر ماكوين كيما نلقاو برشا مصممين نجمو نوصلوا كيفهم ما احناش ناقصين حتى شيء معناتها نجمو نعطيو كيما هما قاعدين يعطيو معناتها اللي احنا نلقاو اللي صعب وبرشا عبيد معناتها برشا مصممين ازياء عرب وليو على القمه العالميه سيغوبير قوي لنا باش حتى احنا نحبوا نوصلوا كيفهم ونوليوا كيفهم وما هوش حلم بعيد معناتها كيما هما نجموا يعملوا كيما هما نجموا يوصلوا حتى احنا نجموا نوصلوا. هل تريدين ان ترسلي اي رساله عبر قناه اخبار المعارض للمصممين العالميين او للجمهور الفرنسي او للجمهور العربي؟ للجمهور العربي اللي احنا نقول لهم راهو فما بالتونسي للعالم العربي كله اول حاجه اللي احنا لو عندنا معناتها دي كرياسيون عندنا برشا افكار عندنا كذا جست شويه تشجيع باش احنا نوصلوا معناتها ما تخليوناش في مسكرين علينا خلينا هكا دزونا هكا خلينا نخرجوا للعالم الاوروبي لباري لايطاليا لامريكا معناتها نجموا نعطيو ونجموا نزيدوا عليهم وممكن حتى نكونوا احسن منهم معناتها يستنيوا اللي فما مصممين ازياء عرب اللي هما مش يكونوا منافسين في العالم مع المصممين العالميين معناتها ماهيش يكونوا كاين ناسيونال نجم نقولوا انترناسيونال ونكونوا معناتها يعني رساله انفتاح. نعم رساله انفتاح. نعم. على اي حال تصاميمك لا تنقص اطلاقا عن تصاميم العالميين. عايشك بهذا ونحن نتمنى لك مستقبلا باهرا وسنكون دوما بخدمة الابتكارات التونسية الشابة وقد سررنا جدا جدا من معرض تكس ميد لتكريمه للمواهب الشابة في تونس. شكرا لك إلى هذا اللقاء ونلقاك من نجاح إلى آخر. شكرا لك. ميرسي. Professionnel de mode. J'ai travaillé sur le même thème Andalusie. Le modèle bon Malik le boucle, mal tout aidé à planche tendance. C'est mieux à je sais pas. Avec planche tendance, une gamme de couleurs inspirée de la chawira Andalus. اللي هما الوان الطبيعه في الدرس اي ياسر فما نباتات والحيوت يبداو اون جينيرال بيض استعملت الشيفون
استعملت الشيفون الكريم اللي جاوا لتونس اللي زون ايميغري لتونس والنور دافريك معناتها شمال افريقيا عندهم كان عندهم ذوق لوكس معناتها عملت انكريستاسيون ميتاليك على خاطر فما في الجوامع والليزيكليز فما لو روفلي ميتاليك كيلكو سوا لو دوري ولا ارجنتي خدمت على لي فورم اشكال نتاع لي زار كذوما نتاع البيبان والاقواس الاقواس خدمت على لو ديتاي هذايا الاقواس اللي هي من صميم الحضاره الاندلسيه بس لحظة التصاميم الأندلسية اشتهرت بعالم الديزاين يعني العرب هم أول من ابتكروا الديزاين فهل كنت في هذا القبيل عدت إلى الديزاين وعدت إلى الفورم هذه نعم. تصميم هندسية و... نعم ونجدها هنا على الروب هو. على السيمتريك معناتها الحضارة بيان سور العربية والإسلامية زاد برشا هي اللي العربية الأندلسية كي أنغيشي كيفاش نقولوا منعرفش أغنت التي أغنت أغنت الحضارة الأندلسية بون هذوما لي سكيتش هذوما دوب ما بدينا نخدموا معناتها يعني هاي الكروكية اللي بلشت الرسومات أكواغيل. انا خدمت بالمتلسي هذا التسويق أيه. رائع جدا بالضبط يعني اخذت نفس الاشكال الهندسيه خدمت بها متلسي المتلسي علاش سالوني برشا علاش متلسي انا خدمت après tout on fait mouche mais c'est très femme une forme mais allez je me laisse j'aurais pu mettre un côté là je me la rassemble ou la peinture non non je me laisse la quatrième qui est femme avec les hadarat ou quelle hadara qui m'a dit la femme la messie ou l'islamie ou quelle hadara tahoul bish tahfer l'histoire فهمت من هون جاتني الحكايه ليدي فكره المتلسي اللي هو باش يعطي اني في اون ديغي هكا واحد يحفر يعطي الشكل المحفور نتيجة التضاريس التي تظهر وانا تقدم في التصميم يعني هذا موديل من كوليكسيون هذا موديل غيري هذا الموديل اللي عملت يلي انتهى يلي يلي عرض يلي عرض فيه ويلي اخذته كرمتي بجائزه يعني كم هي قيمه هذه الجائزه 5 ملايين 5 ملايين تونسية واعطوني لوجيسيل كاليدو ولكترا واعطوني فورماسيون معاهم نعمل فورماسيون يعطوني لوجيسيل فورماسيون استيمي كيكا 8000 دينار 8 ملايين تونسية وكلي WGSM يعطيني ان اكسي السيت بروفيسيونيل دو مود بعاد عن بعضهم ولا بشو بيتميزوا يعني هل ممكن انك تكوني كرياتريس تبع بريت ا بورتي ولا تبقي في نفس الدومين نحن في الفورماسيون تاعنا نعملوا اوت كوتور مي زيد نعملوا لو بريت ا بورتي اما لو بريت ا بورتي بيان سور مش كيما في المعامل بصفه هذيك طيب اليوم تكرمتي او البارحه الحمد لله البارحه تكرمتي ما هي طموحاتك والى اين تريدين الوصول اذا كنا اليوم من نقطه الصفر وغدا الى اين تريدين الوصول تو انا بعد ما كملت الكونكور ماذا بيا نمشي نخدم نشوف حاجة لبرا معناتها يعني هل تريدين العمل مثلا في بيوت أزياء عريقة في باريس والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال بيانسور كنا نطمحوا لحاجة كي من هكي دجا سي كلكو شوز بريستيجيوز حاجة بريستيجيوز تخدم في ميزون دو هوت كوتور باش تتعلم برشا حاجات ميم سي التاج نتاعك تبدا حتى تلم في الخماج ديجا باش تتعلم حاجه فهمت طيب بس على اي حال انت كنت على هذا التصميم من ا ل زد اوكي انا عملت لك كرياسيون اوكي بسيط
في بيوت الأزياء كل إنسان له وظيفته وسوف ترتاحين جدا عندما تعملي. شكرا كثير لهذا اللقاء ونتمنى لك النجاح الدائم. يا حبذا لو تقدمي نفسك للجمهور وتعطينا فكرة عن تجربتك وما هي طموحاتك. أنا نادية بن صالح، تخرجت من المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير، شاركت في كونكور جون كرياتور دي مود، جو بارتيسيب لو كونكور جون كرياتور دي مود دو سيتكس. عملنا عطاونا ان تيم باش نخدموا عليه، تيم اللي هو اندلسيات. عملنا بحث ريشيرش على الخدمه نتاعنا، كل وحده شنو نسوم سيت كانديدات، كل وحده شنو باش تخدم الخدمه اللي باش تخدم عليها. عملت انا خدمت على المتروبول باراسول ا سيفيون اسباني، لا بلو غران ستركتور اون بوا دون لو موند. خدمت على البوان فور نتاعها، خدمت على الكروزمون دو بوا لا ستركتور دو متروبول اللي هي في عهد الاندلس كانت اون فيستيج اركيولوجيك، طوروها ردوها اون متروبول. لي فورم تاع البوا نتاعها كروزي متشابكين. خدمت على الحوايج باش نلعب باللي جو دو ماتيير باش نعمل ان موديل ارتستيك في الكونكور دو سيتكس. عملت هذا. البارحة كان هناك تكريم للمواهب الشابة. تكرمت أنا لا تخوازيام بري، خديت الجائزة الثالثة في التكس ماد ووردز، وإن شاء الله نزيد. ما هي قيمة هذه الجائزة؟ خديت 2500 دينار وان كلي دبليو جي اس ان اكسي او سيت انترنت بور لي كرياتور لي جون ستيليست و اون فورماسيون الكترا كاليدو لوجيسيال كاليدو وليسانس بور ان ان. تشرفنا. اسمي جيمشطة، متخرجة من المعهد العالي للآداب إيطاليا، عملت ماستر ترجمة وعملت عامين فورماسيون في كوم ستيليست موديليست اوت كوتور. دورات تدريبية سأترجم يعني شاركنا في فاشن ويك في فاشن ويك في مشاركتي هذيا في تكس ميد كما قالت زميلتي خاطرنا كوم تيم كما كيما موضوع اندلسيات. خدمت على اليمون معناها اركيتكتور كيما نقولوا هذا التراثيه، هذا اليمون تلقى حتى في جوامعنا العربيه موجود التراثيه. خدمت فيه هنا كوم اليمون في الموديل تاعي، خدمت بالجلد ومع ليكلو ليكلو حديد خاطر يتناسب بالحديد. هنا هذوما ليكروكين تاعي تي دينا الخدمه عملت لك كروكي باش يضيع. ومن بعد تي ديفلوبمون هذه كوم سي لا كوبول كنت تجربتي معناها فريه تنعطي بالريح مع القطع القطع تاع النسيج ولل جماعه ستيليزم كيف ما بيليزم ونوريك وإحنا كيما معناها مصممين أزياء جدد، مصممين أزياء معناها جدد في الميدان، نعرفوا بروحنا ونقولوا في تونس نجموا نعملوا ونوصلوا نيفو انترناسيونال. نسرين وسريتي ستيليست موديليست. جي بارتيسيبي على لا فاشن ويك و او كونكور جون كرياتور. فوالا جي ترافايي sur la calligraphie arabe, khat el koufi. Raa. Raa, khat el koufi. Tout le charbon de l'île. J'ai travaillé avec le métal. Ah oui. Je me suis inspirée de l'architecture. Je travaille un gilet avec la calligraphie arabe. Les épaulettes, j'ai travaillé يعني ايه هذا ما شاهدناه بالعرب وانت اضفتي جماليات رائعه جدا على فكره. خاطر ديجا عملت اون فورماسيون بيجيتري نعم اي جي تروفي كو يزيد اضافه في الزي في اللبسه نتاعنا. اون دو راجوتي دي اكسسوار اكيد اشتي تراباي مو ميم لي اكسسوار. يعني هل هذا يعني انك سيمكن في يوم من الايام ستكون لك
خطوط تصاميم لحلي أندلسية إن شاء الله. إن شاء الله يعني باشرتي بها وهي أحداها. ما هي الصعوبات التي واجهتيها في مشوارك بالابتكار في هذا المجال؟ أنا نخدم لأوت كوتور البريت أبورتي. أكثر حاجة ماشية في تونس هي البريت أبورتي، حاجة إندستريال يحبوش حاجة. سي فري كلا une valeur, mais à l'échelle internationale, je veux travailler à l'échelle internationale. هو كل ما هو مصنوع باليد له قيمة إضافية. قيمة إضافية تعطى لهذا المنتوج نتيجة طول الوقت الذي تصنع به. نعم. أنا اسمي سونيا الحاج حسين، درست في مهن معهد مهن الموضة بالبلاستين، درست 3 سنوات. عيطونا باش نعطيو الكونكور هذا تيم جينيرال أندلسيات. اخترت باش نخدم على جوامع في قرطبة، ليز اركيتكتور، لي فورمون، لي كوبول، القمة الأقواس، سورس دانسبيراسيون تاعي. اخترت الألوان اللي استعملوهم أكثر، المارون والدوري اللي هما اخترتهم، وخدمت الموديل رياليزي تاعي، هذا الموديل رياليزي. رائع رائع جدا. دي ماكيت تكستيل خدمتهم انا، وافيك دي مونتاج وباتروناج وكل خدمته انا من جوسكا زيد برودوي فيني. رائع. كم ياخذ تصميم هذه الازياء من وقت؟ تصميم كهو ولا تحضير؟ كتصميم وتحضير واختيار الاقمشه ياخذ كتير. شهر شهرين؟ نو شهر تقريبا. شهر افيك لي ماكيت تكستيل وكل ياخذ شهر. تشد يد برشا هذه. هل هناك صعوبات وجدتيها في طريقك بالنسبه للابتكار؟ صعوبات في بالنسبه للابتكار لا. واجهت صعوبات في المونتاج في الخياطه. كثير صعب في باش الفورم هذه معناتها باش نتحصل عليها مش سهله. استعملت برشا ماتيريات كثير باش عطاني الفورم هذه. كيف تأتي موهبة التصميم؟ موهبة التصميم تأتي من شخصية الإنسان، نظرته للانفيرونمون، نظرته للفيتيو كيفاش، هو شنو الجو حسب الذوق نتاعه، وحسب كل واحد شنو يحب يختار يتوجه معناتها. والموهبة من هذا؟ هل الموهبة هي شرط أساسي في الابتكار؟ أي الموهبة شرط أساسي للابتكار من أجل تحقيق معناتها موديل برودوي بيان فيني. يلزمك معناتها تكون عندك موهبة في الاختيار نتاع الألوان، الماتير، الكرياسيون نتاع الموديل باش تتحقق تحصل أنك على موديل معناتها مزيان يعجب تو لي كونسوماتور تو لي بو الأذواق الكل. كشابة العودة إلى الأندلس والمزج، ونحن في عام 2012 والمزج بين قديمنا العربي وجديدكم الشبابي، كيف ترين هذا المزج؟ أنا شخصيا أراه رائع جدا. رائع كثير رائع. المزج ما بين القديم والحاضر يعطينا لمسة فنية رائعة في كل التصاميم، ويزمك وتخلي التوش نتاعك باش تعرف الإنسان هذاك شنو التوش نتاعو. بس يعني هل التصاميم الأندلسية القديمة حيث كان الإبداع العربي في قمته، هل هذا يعني همزة وصل تجعلكم من المبدعين وتحثكم على الإبداع؟ أي تحثنا على الإبداع وتحثنا إلى أن نتقدم أكثر في التصاميم. نعم كثير حلوة أنك تعمل مزج ما بين القديم والحاضر، خاطر ديما المود تمشي وترجع. يعني ماذا يعني لك العصر الأندلسي وأنت تونسية؟
العصر الاندلسي هو معروف بالابداع معروف بالميلونج نتاع لي كولتور الحضارات الكل حضارات الكل الوغكو هي البوان هذه اللي خلاتني انتريسي باش نختار الاندلس كحضاره خاطر كثير غنيه بجميع الحضارات شكرا لك لهذا اللقاء واتمنى لكم النجاح الدائم